اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البريان يا باسط اليدين بالعطيان يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذا العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني
أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضمى فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب ظهرك وجرد قدرتك فلا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام طفريطي وجهالتي
وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي ومولاي جريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقررا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا، أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وصالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت،
أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح صعدت إلى أوطان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي أنا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها وعلى أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف أليم وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لهي الأمور إليك أشكو ولما منها أضجج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار برجائي يفضك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا ناضينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيا صوت عبد مسلم سجن فيا بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين طباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك وينادينك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرج ما سلف من حلمك أم كيف تعلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين طباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها حيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحصانك فباليقين قط لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من خلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتب الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكرت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي و
واشدد على العظيمة جوانحين وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخوفك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وخصم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قويت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس مولي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت هلوم وافعل بي ما أنت هلوم وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.